هلا شباب الفيزيك اكزامينشن لاي جون زي ما حكينا لوك لوك اول شيء انا نهتم فيه موضوع الاكسبوجر من وين لوين احنا بدنا نتعامل مع الهيب جوينت الاكسبوجر من وين لوين في كتب تحكي من الكسف استرنال لني الافضل دائما يكون من الكسف استرنال لني ليه؟ هلا بروبر هيب باثولوجي وين اللي تسمى المستبعدات؟ هلا بكون انت جايب سيارتك لبرمجيك واحد حكي لك انا في عندي جروين بين جروين بين بروبر هيب باثولوجي جروين بين بس الجروين بين انا لما اكون قاعد في الاير لما دخل عليه اول مره وداوت اني بيسيد الديسبلي انا ما بعرف هل هو فعلا عنده مسكلو سكيلتال ديس اوردر ولا عنده اذر ديس اوردر لانه مش شرط الجروين بين يكون هيب ديس اوردر ايش ممكن يكون؟ يعني بمعنى اخر شو الديفرنشال دايجنوسيس للجروين بين؟ كل شيء بالجلد سيستم غير ممكن يكون في عندنا مشكله بالجي اي سيستم ممكن يكون جلد ممكن يكون سكن ممكن يكون نيرفس يكون لنفاتي يكون فاسكو معناته احنا فينا 6 سيستمز ممكن يعطوني سيمبتومز للجروين وكل سيستم فيه اكثر من ديفرنشال دايكلوس بالتالي لما انا بفحص المريض لاول مره انا ما بعرف هذا المريض عنده هيب ديسوردر فعلا ولا يكون في عنده اذر ديسوردر فبالتالي I have to examine the pelvis I have to examine the abdomen I have to examine the groin عشان هيك انا بحكي دائما الاكسبوجر احسن يكون من سيف استرنا لني يعني كل الابدون بلس يكون اكسبوز تمام طيب بعدين ايش بنطلع لوك انسبكشن ايش بنطلع لما نطلع على الهيب جوينت الهيب جوينت ات از ا ديب جوينت يعني مرات كثير ديفورمتي اللي بتكون موجوده في الهيب ما بتكون ابيرنت بالهيب اريا بتكون ابيرنت بالاور لاين عشان هيك لما نطلع انسبكشن بدنا نطلع لوكال انسبكشن وريموت انسبكشن لوكال انسبكشن ايش بنشوف؟ ايش اذا كان مثلا سوالين ريدنس سكار ساينس بروزز ماسز هاي كلياتها نطلع عليها لوك بعدين ننطلع على اللور لين نشوف في عندي ديفورمتي في اللور لين ولا هلا شو الديفورمتي اللي ممكن نشوفها باللور لين؟ بغض النظر انا روتيشنال ديفورمتي اول شيء بدنا نشوف هذا المريض عنده انترنال روتيشن ولا اكسترنال روتيشن اسمها روتيشنال ديفورمتي نطلع انا ما بعرف المريض شو في عنده لسه بس انا بالانسبكشن بدي اشوف أنا بدي أطلع في عندي روتيشنال ديفورمتي ولا لا بعدين لين لينك ديسكريبانسي بدي أطلع رجلي التنتين متساويات ولا في وحدة أقل منهم تمام نشوف الهير ديستريبيوشن هير ديستريبيوشن أتروفي مصر أتروفي بالثاي هلا في certain positions بتكون pathognomonic certain disorders. زي ايش؟ posterior hip dislocation which is the most common type of hip dislocation or posterior hip dislocation. كيف بيجي المريض كيف البوزيشن؟ هذا البوزيشن. نحللها flexed hip flexed knee adduction يعني internal rotation shortening. هذا لما نشوفه اول شيء بده يجي في بالنا خلص يعني هذا بوستيريور هيب ديسلوكيشن اوكي معناته باللوك بالانسبكشن بدنا نطلع لوكال وبدنا نطلع ريموتلي على اللور لين بدنا نطلع على الثاي علشان نشوف في عندي ويستنج ولا ما عندي ويستنج بدنا نطلع على اللور لين في عندي روتيشنال ديفورمتي اور نوت في عندي سيرتن ديفورمتيز اور نوت في عندي لين لينث ديسكريبنسي اور نوت هذا لوك بعدين فيل فزي ما حكينا بالهيستوري تبعنا لما اخذنا انا ما بعرف هذا المريض عنده جرامبين انا ما بعرف انه في عنده هيب ديس اوردر اور نوت
فمعناته انا لازم افحص الابدومين والبلبس اذا كان عندي واحد من الديفرنشال دايجنوستس شيء له علاقه بالجي اي سيستم والجينيتوريال سيستم. بعد ما اخلص الاكزامينشن للهيب للابدومين والبلبس بدي اجي على اللوكال اكزامينشن للهيب اللي هو الفيم. ايش بدي احس؟ قبل هيك نساله وين الاريا اوف ماكسيمم تندرنس. هذا المعلومه مهمه تعلمناها بالزمانات وين الاريا اوف ماكسيمم تندرنس بدك تخليها اخر اريا اوف ماكسيمم. احنا بالاورثو عندنا مهمه جدا. ليش؟ لان احنا بنتعامل مع ماسلز. اذا انا او حطيت ايدي على الماكسيمم اريا اوف تندرنس من اولها ايش راح يصير في عندي؟ بالتالي انا بخسر ساينز مهمه في الموفمنت بالسبيشال تيست لانه المريض شد على حاله. والشغله الثانيه I will lose the confidence or lose the confidence. المريض ببطل يعطيني راحة بالكلام ولا راحة بالفحص لأنه أنت وجعته. تفهم؟ معناته لنفرض إنه المريض حكى لي أنا في عندي maximum tenderness في هاي المنطقة. أجي بحس أنا أول شيء softy شو حواليها وبدي أحس البوني landmarks. إيش البوني landmarks؟ tibial spinal spine, iliac crest, greater trochanter, femur. Sometimes symphysis pubis. عشان نشوف احنا مرات البين بيكون جاي من symphysis pubis. تفهيم؟ معناته وين الـ area of maximum tenderness؟ نخليها اخر شيء. نفحص soft tissue. نفحص body landmarks. وخلال هذا الفحص نشوف وين الـ tenderness موجود. في عندي masses ما عندي masses. Temperature. وال consistency of mass. هل هي solid؟ هل هي fluctuant؟ اللي هي soft اللي هي firm. يعني كل هاي المعلومات نأخذها من palpation. تفهمين شباب؟ ممتاز. look feel move. طبعا ال positions تبعت ال hip examination في عنا supine في عنا prone في عنا standing. اوكي okay. احنا بنبلش اول شيء بأطول واحد اللي هو supine. يعني بمعنى اخر لما اجي بالمريض prone بدي اعيد معاه نفس ال steps. لما اوقف المريض برضه بدي اعيد معاه نفس الستبس. لوك فيل موف. هلا موف ايش السيكونس اوف موفمنت لاي جوينت؟ بنبلش بالاكتف ولا بنبلش بالباسف؟ شيري باسف. شيري باسف. باسف ايش معناته؟ طيب دكتوره هون تحكي باسف. موافقينها؟ لا هو بيصير الاثنين. انتوا بتحكوا اكتف. اكتف يعني انه هو حرك. انا بتعرف دافع عن رايك. دافع عن رايك. هلا المفروض ان اعرف انه لما انا احرك المريض هو عنده مشكله يعني في المصل نفسها ولا في النيرف نفسها. ممتاز. بعرف الرينج اوف موشن. طيب لو بدي احكي لك انه هذا المريض عنده هير لاين فراكشر. جيت انا من اول حركته. معناته انا I have lost the confidence. Muscle spasm. وممكن نتوقع الفراكشر هم complete complete. معناته sequence دائما physical examination active بعدين passive. يعني بخلي المريض يحرك عشان اشوف معلومات. شو هاي المعلومات؟ بيقدر يحرك ولا لا؟ اصلا قبل الرينج اوف موشن اصلا بيقدر يحرك ولا لا؟ يعني في اول شيء في باور ولا لا؟ في نيرف سبلاي ولا لا؟ واذا حرك في تندرنس الموفمنت ولا لا؟ وبدي اشوف الرينج اوف موشن. معناته نبلش بالاكتف عشان نعرف مريض بيقدر يحرك ولا لا، لانه اذا مريض عنده تروما حكى لك والله دكتور انا مش قادر احرك رجلي ابدا، مش من المنطق انا امسك رجله من اولها اعمل له هيك. اذا هذا نورمال نقص. فتخيل واحد يكون عنده فراكشر او ديسلوكيشن من اولها انا مسكت رجله وحركتها، معناته هذا المريض راح يصير يحمل الوجع. انا ما راح يخليني افحص بعد هيك، واللي اهم من هيك انه انا بجوز المريض عنده باثولوجي انا زودت له اياها. فمعناته بنبلش اكتف بعدين بنروح على التاسف. طيب اكتف شو الموفمنت اللي بنقدر نفحصها والمريض سوبان؟ لا افرج ده. ممتاز. لقديش رفعها؟ ارفع اكثر شيء. اكثر شيء بتقدر ترفعه؟ طيب ممتاز. اثني ركبتك وركبك. بس رفع عن جهة ثانية. هاي تعطيني هند أصلاً مريض كم الباور؟ في عنده رينج اوف موشن أورنت.
لأن مرات ممكن المريض مش قادر يحرك رجله بس ما فيش عنده pain، ممكن يكون عنده stiffness. طيب abduction أيوة abduction internal rotation external rotation، هذا بعطيني hint في عندي range of motion or not، وهاي range of motion tender or not، في عندي power ولا ما في عندي power، معناته نبلش active بعدين نروح passive. هلا قبل ما نبدي على المريض في شغلتين بدنا نسويهم بسيطات، هم screening test. أول إشي نسوي الرولينج تيست. هذا بعطيني hint قديش في عندي flexibility على الهيب جوينت، تمام؟ اسمه رولينج تيست، نسوي له internal rotation external rotation. الشغلة الثانية straight leg raising، لأن هذا المريض ممكن يكون في عنده acute disc prolapse، ممكن يعطيني posterior hip pain، ممكن يعطيني anterior hip pain. فبالتالي أنا أول شيء بسوي straight leg raising عشان أشوف هذا البين اللي جاي posteriorly هل هو جاي من الاسبان prolapse intervertebral disc or not. فكيف بقدر أعرف straight leg raising؟ بيكون بوزيتيف إذا صار في عندي back pain، صح؟ بعدين movement، شو الموفمنت اللي بقدر أفحصه المريض سباين؟ flexion extension صار المريض سباين abduction external rotation extension، هذول اللي بقدر أفحصهم المريض سباين. إذا أنا عملت هيك أنا رفعت ما عملت full range of motion، ليش؟ لأن الهامسترينج مسلز ار تايت، فأنا شو بسوي؟ برك الهامسترينج مسلز وبعدين بكمل، تمام؟ هلا دائما بأي range of motion لأي مفصل في عنا إشي اسمه anatomical range of motion، في عنا إشي اسمه functional range of motion. شو الاناتوميكال وشو الفانكشنال؟ الأناتوميكال هي اللي ربنا أعطاني هي الفول رينج أوف موشن. الفانكشنال اللي أنت بتستعملها اللي هي بتلزمنا بالديلي أكتيفيتيز. طبعاً الفانكشنال بيختلف على حسب الجوينت، على حسب العمر، على حسب الأوكيوبيشن. بمعنى واحد بيشتغل بليت، بتعرف شو بليت؟ أنا بيشتغل دائماً سكواتينج بوزيشن، بنزل على الأرض، بلزمه هيب فليكشن مور ذان 90. بيختلف عن واحد بنفس العمر بيشتغل اوفيس ورك كل اللي بده اياه 90 درجه، فبالتالي الفانكشن تبعته تختلف او الرينج اوف موشن تبعها بيختلف عن الرينج اوف موشن الفانكشن الرينج اوف موشن عن هذا. لكن رفلي احنا بدنا نحكي اناتوميكال رينج اوف موشن بالهيب فليكشن قديش؟ هي 90 لغايه 120 130 فليكشن، هذا اناتوميكال. فانكشنال يعني موستلي لغايه 90، طبعا هذا برضه بيختلف على حسب الاوكيبيشن والعمر، التفكين هذا فليكشن. ادكشن ابدكشن قديش هذا الابدكشن؟ هذا 35 هذا وصل 60 صح؟ طيب هل الموفمنت هاي اللي انا سويتها على الهيب لحاله ولا صارت في مكان ثاني؟ نمشي عليها ابدكشن. شوف البنفس شو صار فيه، معناته صار في موفمنت على اللمبر سباين، صح؟ طب معناته انا هيك ما عرفت الموفمنت تبعت الهيب لوين، لازم نثبت. شو بنعمل؟ بنحس الانتيرا سبيرك سباين اللي هي هون، ونحس الانتيرا سبيرك سباين اللي هي هون، نحط كوعنا هون وإيدنا هون عشان نضلنا حاسين البلفس متى بتحرك. بعدين ايش نساوي؟ ابدكشن. لغايه الان البلفس ما تحرك، هلا هيك بلش يتحرك البلفس، معناته انا بعد هاي الديجري الموفمنت بطلت على الهيب، صارت على البلفس على اللمبر سباين، معناته هذا الرينج اوف موشن اللي هو هون هيك 50 صح؟ هذا الاناتوميكال. دكتور حطيت الايد يعني على الانتير سبيري الاكسباين والكوع على الانتير سبيري، هي الفكره في الموضوع انه انا حسيت هاي الجهه وهي الجهه عشان انا احس امتى البلفس بده يتحرك. معناته اناتوميكال رينج اوف موشن 45 درجه،
فانكشنال رينج اوف موشن نقص 15 30. وبالادكشن نفس الفكره، نثبت البلفس ونسوي ادكشن. الفانكشنال قديش؟ 30. لا اناتوميك عفوا 30. الفانكشنال برضه نقص 15 15. درجه فهمت؟ انا اتوقع انا نفصل الادكشن والادكشن. We have to fix the pelvis. بدنا نثبت البلفس عشان نكون متأكدين من الموفمنت اللي احنا نفحصها تكون فقط على كلين. تمام؟ في اي سؤال شباب؟ لا دكتور، لما تكون اناتوميكال انا باخذ انه الزاويه للحركه كامله بغض النظر ايش الجوينتس اللي ساهمت، فانكشنال بس الجوينت اللي انا بفحصها. لا كل جوينت له اناتوميكال وله فانكشنال. اناتوميكال اللي ربنا خلق لنا اياه. بس اللي ربنا خلق لنا اياه الرينج اوف موشن ما بيلزمنا بالديلي اكتيفيتيز. هذا بيعتمد على العمر وبيعتمد على الاوكيبيشن. بمعنى انت اوفيس ورك بتشتغلي، شو بدك من ايدك؟ يعني بدي استخدم اللمبر مثل وبدي اعمل. لا شو بيلزمك بالرينج اوف موشن؟ هل انت بيلزمك الفاين موفمنت زي واحد بيعزف جيتار مثلا؟ لا. فمعناته الفانكشنال رينج اوف موشن اختلف حسب الاوكيبيشن. صح؟ مع انه انتم الاثنين لكم اناتوميكال رينج اوف موشن. هذا الحكي مهم لما انا بدي اسوي تريتمنت لاي جوينت، اعرف المريض شو بيشتغل واعرف شو اعرف شو الفانكشنال رينج اوف موشن اللي بيلزمه اكوردنج لعمره واكوردنج للاوكيبيشن تبعه، عشان لما اسوي له عمليه اكون نوعا ما متاكد ان انا ارجع له الفانكشنال رينج اوف موشن مش الاناتوميكال. الفانكشنال دائما الفانكشنال اقل من الاناتوميكال. دكتور ايش ال 15 درجة اللي زدتها وقللتها؟ انا ما زدتها، يعني هي نفسها على حسب ما الاناتوميكال رينج اوف موشن بالابدكشن هي الزاوية اللي اعطاني اياها ربنا عشان نسوي ابدكشن 45 درجة. بس انا احنا اللي بيلزمنا في الديلي اكتيفيتيز مش اكثر من 30 درجة. تمام؟ الا واحد بيلعب جمباز اكيد راح يلزمه اكثر. مفهومة؟ سوينا احنا فليكشن، سوينا ابدكشن ابدكشن، ايش بدنا نسوي المونيتس باي؟ اكسترنوتيشن اكسترنوتيشن. حكينا احنا سوينا رولينج تيست هو سكرينينج تيست، بس هذا ما بعطيني الرينج اوف موشن. هذا بعطيني هنت او بعطيني فيجر قديش في عندي انا فلكسبيليتي بالجوينت. لكن انا عشان افحص انترنوتيشن اكسترنوتيشن بسوي فليكشن 90 ديجري على الهيب، فليكشن 90 ديجري على الني. هذا زيرو روتيشن، هيك زيرو روتيشن، هاي هيك انترنال ولا اكسترنال؟ انترنال. ليك هذا بارادوكس، بارادوكس ليك راحت انترنال لكن الهيب اكسترنال. عشان تتذكروها القاعده العربيه، القاعده العربيه اكسترنال روتيشن، هاي انترنال روتيشن اللي هي الدبليو. هذا زيرو internal rotation حوالي 45 درجة anatomical functional 30 0. internal rotation حوالي 30 درجة functional 15. مفهوم؟ أي سؤال غير شباب؟ واضحة؟ شباب لا تستحوا، اللي مش فاهم أي شيء يسأل، احنا معاكم يعني احنا عشان جو. تمام؟ أنا خلصنا احنا هلا لوك فيل موف ايش نروح؟ سبيشال تيست، لأن احنا اتفقنا بدنا نخلص كل شيء من المريض سباين، بدنا نخلص كل شيء من المريض رول، نخلص كل شيء من المريض ستاندينج. طيب ممتاز، بنروح على سبيشال تيست. هلا في كثير تيست للهيب، في كثير، بس احنا بدنا الأشياء الكومن اللي انتم تعرفوها. ايش الاشياء الكومن اللي بدنا اياكم تعرفوها بالهيب واللي هي بتلزمنا يوجوالي في الديلي اكتيفيتيز، يعني اكسترا تيست هاي بتلزمنا بسيرتن كونديشنز. بس الاشياء الكومن لمب لينك ديسكريبانس، هلا بحكيها بالبريز. اذر تيست اذا كانوا بيدياتريك ايج جروب مهم اعمل له البارلو. انا بيدياتريك ما ليش فيها ابدا. واحد أضغط اللي حكيتيه انت قبل شوي لما يصير عنده فليكشن. في تيست اسمه توماس تيست، توماس تيست.
هذا سبيشال تيست بنسويه بالمريض سبحان السنة هاي أضفت لكم أنا تو تيست لأنه لاحظت إنه في كثير باثولوجي عم تيجي بالهب نوعا ما أندر استيميتد اللي هي impingement هب impingement سامعين فيها؟ زي الشولدر قريب يعني الديسلوكيشن لا الهب impingement تعرفوا عمركم سمعتوا ايش عن الهب impingement؟ لا ممتاز هلا اتفقنا احنا انه الجوينت اللي هو الهب جوينت هو بون اند سوكيت يعني في طابق جوا حفره عشان هاي الطابه تلف لازم يكون احنا في عندنا شكل معين للهيد والنك يعني لازم تكون الهيد طابه والنك لازم تكون مقعره ليش عشان تعطيني مجال للحركه لنفرض انه النك هاي بطلت مقعره صارت محدده فمعناته انا بس يصير على رينج معين بصير الاسيتابلم يخلط في النك هذا اسمه كام امبنجمنت كام امبنجمنت في نوع ثاني من الامبنجمنت اللي هو لما يكون الاسيتابلم ديب كثير يعني الهيد داخل جوا كثير شو بيصير في الاسيتابلم بمسك على الهيد زي كماشه اسمه بنسر امبنجمنت بنسر امبنجمنت مفهومه ولا مش مفهومه شباب ولا نعيدها هلا اذا بتطلعوا هذا استابلم اوكي لازم يكون احنا هاي الهيد هون صح هذا الهيد وهي النك صح هلا عشان الهيد يتحرك براحته جوا النك لازم لما انا اوصل ارفع هيك هاي ما تخبط هون صح عشان هيك لازم تكون الترانزيشن ما بين الهيد والنك مقعرة هيك تمام في بعض الناس الترانزيشن ما بيكون مقعر بيكون هيك شو بيصير لما انا ارفع الهيد هيك وهي الهيد اوف استابلم تخبط هون هذا اللي بسموه كام امبنجمنت اوكي مفهوم البنسر امبنجمنت الاسيتابلم بدل ما يغطي 90% من الهيد ممكن يغطي لغايه هون يعني الاسيتابلم يكون ديب لجوا داخل جوا البلس فايش صار الاسيتابلم ماسك بالهيد زي ايش؟ زي البنسر بنسر معناتها كماشه زي البنسر ماسك عليه واضح شباب؟ هذا هذول الاثنين اسمهم هيد او هيب امبنجمنت هيب امبنجمنت هلا هذول فيهم تيست هذا التيستات هذول ما كنت اعطيهم السنوات الماضيه وحاطيهم السنه هاي لانه صارت الامور كومر عم بيجي كثير على العيادات كان امبنجمنت مس دايجنوست مش عم بتشخص هلا شو التيست تبعه؟ في عندنا تو تيست اول تيست بنساوي فليكشن ادكشن انترنال روتيشن اسمه فادر تيست فليكشن ادكشن انترنال روتيشن فليكشن ادكشن انترنال روتيشن اذا صار في عندي بين في الجروين معناته في عندي كام او بنسر مفهوم هذا التست شباب ولا مش مفهوم يكون عندي كام امبنجمنت اذا كام او بنسر بس مين اللي بيكون كام لانه بالبنسر بالعاده ما بنقدر نوصل ل 90 درجه دكتور هاي الامبنجمنت بيكون سببها كونجنيتال يعني لا في شيء كونجنيتال في شيء ديفلوبمنتال وفي شيء بيجي مع الاوستيوارثرايتس يعني مش معروف شو سببها بشكل واضح هو اصلا انتيتي بالعالم جديد نوعا ما صار له حوالي 15 سنه اللي الناس بلشت توصفه او 20 سنه قبل هيك ما كان معروف كله التفكير اسمه فادر تيست التيست الثاني نفس الشيء فليكشن
abduction extermination اللي هي بهاي الوضعية flexion abduction يمكن نعمل flexion abduction extermination هيك أو هيك هذا اسمه Faber test flexion abduction الاثنين للانفلمنت الاثنين هو التو تيست للانفلمنت بعدين لم لينك في علي عندي سؤال كان فادر فابر تيست في علي عندي سؤال دكتور برضه فابر تيست ممكن يكون كامب هو بالعادة هذول الاثنين للكامب لأنه بالبلسر ما نوصل احنا رينج اوف موشن بس إذا صار بغض النظر أنا لسه ما بعرف ما صورت ولا بس إذا كان هذا التست بوزيتيف عندي ضروري بحط في بالي إنه في عندي impingement most probably بيكون كان بس ممكن مرات يكون في عندي زيادة أي سؤال طيب هلا limb length discrepancy كيف أنا بدي أفحص طول رجلتين هنعمل reflection تستاجري شوية في عندنا إشي اسمه true length في عندنا إشي اسمه apparent شو الفرق بين الاثنين؟ شو يعني apparent؟ والترو؟ هلا لما أنا أطلع على هذا المريض لقيت في عندي limb length discrepancy هذا بقول شو اسمه؟ apparent لأنه هذا الظاهر اللي أنا شايفه وإله measurement كمان راح نقيسه بس هل هذا يعني إنه فعلاً في عندنا رجل أطول من رجل؟ إذا أنا شفت واحد رجله أطول من الثاني، واحدة أطول من الثاني. ظاهرياً في عندي limb length discrepancy. لكن هل يعني فعلاً إنه في عندي shortening؟ مش أكيد. مو شرط. ممكن يكون في عندي scoliosis. ممكن يكون في عندي pelvic tilt. هو اللي مسوي لي رجل أطول من رجل. صح؟ معناته لازم أقيس شيء ثاني اللي هو إيش اسمه؟ true length. هلا apparent length من وين باخذه؟ نقطة واحدة للتو lower limbs. اللي هي إما الأمبرايكس أو الإكسيف إسترنم نقطة واحدة لـ two lower limbs ميديال مالوس اليمين ميديال مالوس الشمال إذا طلع في عندي discrepancy هذا اللينث اسمه apparent length apparent length برضو هذا لا يعني إنه في عندي true shortening أكثر من الإمبلايكس للميديال مليولس تبع الرايت والليفت ليج بالضبط نفس النقطة يعني نقطة واحدة ريفرنس واحد للبوث لور ليمز بالترو لينث كل جهة لها ريفرنس يعني الأنتيريور سوبيريور إليك سباين اليمين للميديال مالوس اليمين الأنتيريور سوبيريور إليك سباين الشمال للميديال مالوس الشمال واضح شباب هذا اسمه true length يعني بمعنى آخر ممكن أنا أخذ apparent length أشوف في discrepancy حوالي 4-5 سم لكن لما أقيس true length يطلع zero شو معناته هذا الحكي؟ المشكلة away from the lower limb ممكن تكون بالpelvis أو ممكن تكون بالspine تمام؟ نفس السيناريو مرة ثانية ممكن أنا أخذ apparent length ألاقي the same apparently the same بس اخذت الـ 2 في shortening شو معناته؟ أنا في عندي shortening في lower limb لكن هذا shortening compensated يعني نتيجة shortening وارد جدا صار عندي pelvic tilt أو scoliosis فبالتالي apparently بطل في عندي shortening وضحت؟ هلا نروح السيناريو السهل True length طلع في discrepancy. أنا قست اليمين وقست الشمال لقيت في حوالي 5 سنتيمتر فرق. هلا أنا بدي أعرف سؤال بدي أسأله لحالي. هذا الشورتنج من وين جاي؟ من الفيمر ولا من التيبيا؟ كيف بقدر أعرف؟ جاليازي ببساطة الجاليازي بسوي فليكشن هيبونية. بسوي فليكشن هيبونية. وعشان أنا أكون متأكد إنه أنا على نفس الليفل لازم يكون both ankles أو الهيلز على السيم ليفل يعني هيك يعني ما يكون هيك
اوكي يعني هيك فقد التست سنسيتيفيتي تبعته. لازم يكون البوث هيلز ات ذا سيم ليفل. بوث هيلز ات ذا سيم ليفل. انتبهوا يا شباب، فليكشن هيب فليكشن ني، بس الكي بوينت لازم تكون بوث هيلز ات ذا سيم ليفل. تفهم؟ بعدين ولا بسوي ميجرمنت ولا بسوي شيء. بطلع ببساطه على هذا البلين، اما هذا البلين هو البلين اوف ذا باتن لاف، هاي تمام. هذا البلين اذا كان هيك او هيك، هذا البلين ات ريفلكس لينث اوف وات تيبيا. يعني اذا كانت تيبيا هاي اعلى هيك بيكون البلين، اذا كانت تيبيا هاي اوطى هيك بيكون البلين. الباتيلار تندر بلين هذا البلين او تيبيا تبروستي بلين، هذا هو. اذا كان هيك معناته مشكله بالفيلم. ما بقيس شيء، انا بس بطلع على البلينز، انا ما بقيس ولا اي شيء، لانه اوريدي احنا قسنا لقينا في مثلا ديسكربنسي 5 سم. السؤال اللي بساله لحالي، هل 5 سم جاي من الفيمر ولا من التيبيا؟ فانا بسوي القليازي وبطلع بس على الليفلز، يعني بجيب مسطره بشوف المسطره هون على نفس الليفل، معناته المشكله مش في التيبيا. المسطره هون مش على نفس الليفل، معناته المشكله وين؟ الفيمر، يا اليمين يا الشمال. ومو شرط اللي تكون الاكثر هي الباثولوجي. Keep in mind مو شرط القصيرة هي الغلط، ممكن تكون الطويلة هي الغلط. يعني واحد بمعنى آخر، واحد عنده AV malformation، عارفين شو يعني AV malformation؟ arterial venous malformation، معناته ال blood supply بهاي المنطقة بيكون أعلى بكثير من هاي، فبالتالي بتوقع هاي يكون فيها overgrowth، فمعناته مين ال abnormal؟ الأطول. Keep this in mind، مش القصيرة هي ال abnormal، مرات الطويلة هي الأبنورمال. تمام؟ في أي سؤال عن الليمب لينك ديسكريبنسي؟ دكتور لما نحط هذا البلين شو اسمه؟ اللي هو البلين نحطه على باتيلار تندون أو التيبيا تبروس. أي سؤال؟ لغاية الآن مفهومة؟ نيجي على توماس تيست. شو التوماس تيست؟ حدا سامع عنه؟ ما حدا سامع. طيب نفكر المغارة. دكتورة هون حكت، انت حكيتي لي قبل شوي بالجيت انه ممكن يصير في شوية فليكشن واكسترنال روتيشن، صح؟ بالهب. ليش بيصير؟ هذا اذا كان في انفلاميشن بالهب جوينت عشان الدرجة اوسع مسافة. ايوه بالضبط، اذا كان في عندي لونج ستاندينج باثولوجي بالهب جوينت، الهب جوينت بده ياخذ وضعية معينة تكون الكبسول اوسع مايل. هذا الحكي مش موجود بس بالهيب، بكل الجوينتس. وين ما في عندنا جوينتس، هذا الجوينتس اذا صار في عنده لونج ستاندينج باثولوجي بده ياخذ وضعيه معينه انه يكون الكبسول فيها اوسع منها. هلا جداتنا وجدودنا بهالزمانات، اذا حدا مفكر فيكم، دائما لما بحب يقعد او ينام بحب يحط مخده تحت ركبه. ليه؟ لانه فليكست ني، هذول معظمهم بيكون في عندهم اوستيوارثرايتس ني. فليكسني هاي الوضعية اللي هي بيكون فيها الكبسول تبعت الني أوسع مايل. ونفس الشيء الهب، مايلد فليكشن مايلد اكسترنال روتيشن هو الوضعية اللي بيكون فيها الكبسول أوسع مايل. طيب شو بيصير؟ يعني حكينا انه هذا الحكي بيصير مع اللونج ستاندينج باثولوجي. شو بيصير؟ واحد صار له اوستيوارثرايتس عنده بالهب 10 سنين، شو بنتوقع يصير بالهب؟ الهب بده يضل طول ما هو قاعد او نايم نعامل نحاول يساوي هب فليكشن مع اكسترنال روتيشن. شو بده يصير عنده؟ هاي الوضعيه متكرره لمده 10 سنوات. مش ستيفنس كونتراكشنز. يعني انا صار لي 10 سنين بقعد او لما انام بنام بهي الوضعيه. لما اقعد على الكرسي بحاول قدر الامكان اكون هيك. لما يعني جسمي بده يتعرف على هاي الوضعيه انه هاي الوضعيه مريحه للكبسول. فايش بصير بالكبسول؟ انتيريورلي بده يصير فيها ستريتشي عشان تضلها ماسكه الهب بهاي الوضعيه. والهب فلكسورز بده يصير فيها كونتراكتشرز. ليش؟ عشان تضلها ماسكه الهب بهذا الوضع. فمره على مره الهب بده يصير هيك، صح؟ هل انا بقدر امشي بهاي الوضعيه؟ لا. معناته شو لازم اسوي؟ كومبنسيتوري ميكانيزم. طبعا هذا الحكي ما بصير بيوم وليله. ولا عمره حدا شافه هذا الحكي.
بس احنا لما حللوا ليش هذا الحكي بيصير لقوا انه لما يصير في عندي fixed deflection deformity اسمها fixed deflection deformity. هاي fixed deflection deformity احنا ما نقدر نمشي فيها صح؟ شو بده يصير؟ as a compensatory mechanism نفكر مع بعض ايش ممكن يصير؟ طيب ما صار ايش؟ بس ايش بده يصير؟ هيك صار very unstable لان هاي تستهلك ATP عالية جدا. بهذه كانت ستريت بس بهاي مطعوجة. مطعوجة معناته زي الزنبق معناته انا بدي استهلك ATP عالية عشان انا اقدر اوقف بهاي الوضعية. انت جربي هسه تقدر توقفي هيك جربي صعب صح؟ لان هاي بدها قوة عضلات رهيبة لان هون صار فيها زوايا. بده يصير العكس؟ لا نفكر بشغله منطقية. يرجع البلفس ايوه عشان يرفع. ممتاز. هاي البلفس انا هيك هيك وضعيته صح؟ طلعت البلفس لقدام هاي نزلت رجلي على الارض صح؟ بس شو صار بالترانك؟ هو بيقدم لقدام. طب انا عشان اتخلص برضه من هاي الوضعية شو بسوي؟ هاي بارلوردوسيس لمبر سباين مش في لوردوسيس بالوضع الطبيعي بسوي هاي بارلوردوسيس اكثر برجع استريت. مفهومة ولا نعيدها؟ كيف بصير الأخير؟ فانا هذا الحكي مش كثير مريح للسباين. ايش بدي اسوي انا؟ بزود اللوردوسيس اللي هو اصلا موجود على اللمبر سباين بعمل هيك. هذا الحكي ما بيصير بيوم وليله ولا حدا بيقدر يتبع خطواته بس المريض لما يمشي بيمشي نورمال ولا في عنده اي شيء. اجى هذا توماس قعد هيك اليوم فكر قال طب انا في عندي شيء اسمه فيكس ديفليكشن ديفورمتي بس هذا المريض لما يمشي مش مبين عليه معناته انا لازم اسوي تيست اشوف هذا المريض كان عنده فيكس ديفليكشن ديفورمتي ولا لا. لما اجى حلل الديفورمتي كيف بتصير والتايم لقى انه اخر ديفورمتي بتصير ايش هي؟ معناته المنطق بيحكي اذا انا خلصت الهايبر لوردوسس او خلصت من الهايبر لوردوسس معناته اي ويل انماسك ذا ديفورمتي صح؟ ممتاز. اجى هذا توماس شو عمل؟ حط ايده تحت اللمبر سباين لقى فعلا في عندي هايبر لوردوسس. هاي اول خطوه من التست حطيت ايده تحت اللمبر سباين بعدين مسك هاي الرجل ما فيها شيء هاي اليمين ما فيها شيء عمل رجع البلفس لوضعه الطبيعي صار هو اللمبر سباين ستريت يعني خلص من الهايبر لوردوسس. كيف خلص منها؟ هيك اوكي. ليش رفعت هاي الرجل برايكم؟ لا نورمالي انت ما عندك فيكس ديفليكشن انت شاب صغير ما عندك فيكس بس ليش رفعت؟ ايوه عشان البنطلون. هو البنطلون لعب دور الكبسول ستريتشنج البنطلون شادد هو نفس الفكره تبعت الكبسول. هلا لو انك انت مش لابس بنطلون او لابس تيشيرت وعملت هاي الحركه شايف ما بترفع بس انت هون شدت معك فبالتالي انت البنطلون لعب دور الكبسول. وضحت الفكرة؟ هذا اسمه توماس تيست. كيف بنعمل؟ أول إشي بحط إيدي تحت اللمبر سباين عشان أحس الهايبر لوردوسيس وعشان أحس لما الهايبر لوردوسيس يروح. بعدين بسوي فليكشن على الهيب عشان أخلص من الهايبر لوردوسيس. إذا في عندي فيكس ديفليكشن ديفورمتي الرجل هاي رح تطلع هيك. إذا كان نورمال الرجل هاي بضلها هيك ما بتطلع. يعني أنا لما لغيت اللوردوسس أنماسك الديفورمتي رجعت الفيكس ما هو I will unmask the deformity. واضح شو بقى؟ دكتور بيكون بوزيتيف إذا هو حرك إجره الثانية؟ متى بيكون بوزيتيف إنه هو عنده فيكس ديفليكشن؟ هو
وبرح كيفين انت بتشوفي كيف الرجل تطلع اللي هي الاجل الثانية. انا ما بعرف هي رجل، انا بدي افحص الرجلتين. يعني انا قصدي الاجل اللي احنا ما عم نفحصها 100%. رجل الفلات رح يصيبها فليكشن، رح يصير فيها فليكشن لانه انا رجعت الهايبرلوردوسس ورجعت البلفس لوضعه الطبيعي، واوريدي انا صار في عندي اصلا فيكست فليكشن كانت موجوده عندي، فلما يرجع البلفس بده يشد مع الرجل. هنا فهم شباب معناته خلصنا هلا احنا التست والمرير اللي هو limb link discrepancy apparent true اليازي father test father test rolling straight leg raising thomas test. هذول الشغلات الكومن اللي احنا بنستعملهم usually في العيادات عندنا. دكتور اي اجر بتكون هي الافكتد في الفيكسد فليكشن اللي انا عملت لها فليكشن ولا الثاني؟ هلا خلصنا سباين، نروح على مريض برون. لا هذا مش اكسبوجر، هذا ولا بوزيشن، هيك نفس الفكره اكسبوجر اللي هو اصلا اوريدي بيكون اكسبوز للمريض، بعدين بنروح على لوك فيل موف لوك. هلا اهم بارت من التست اللي هو المريض سباين لسبب بسيط، حكينا احنا البروبر هيب باثولوجي وين بتكون الديفورميتي السيمتومز ديجيتال يعني بالجروين انتيريرلي يعني بمعنى اخر بوستيريور هيب بين يوجوالي بتكون الباثولوجي اوتسايد الهيب اكسبت وان اور تو باثولوجيز ماينر اللي هو بوستيريور ليبرال تير، بس المين سيمتومز في الهيب جوينت وين بتكون بالجروين. نفس الفكرة look inspection feel بنشوف وين ال area of tenderness. لنفرض إنه هذا المريض حكى لي هون ال area of tenderness هون، إيش هالمنطقة which is a very common pathology هون هون سكتيبروستين إيه قريب من السكتيبروستين بايريفورمس بايريفورمس مصر بايريفورمس اللي بتطلع من البلفس وين بتروح على البايريفورمس فوسا. بايريفورمس فوسا اللي هي بتكون بوستيريور للانسيرشن تبع اللي هو الجلوتيوس ميديوس والمينيموس. هاي لانه السيتيك نيرف بيجي تحتها وارد جدا انه هاي البايريفورمس تضغط على السيتيك نيرف، فبالتالي بتعطيني بايريفورمس سندروم. بايريفورمس سندروم كيف الشكوى هاي بتيجي؟ المريض بيقول لك والله دكتور انا شغلي مكتب بيكون هاي قاعد من فتره صرت احس بوجع بهاي المنطقه بايريفورمس اريا وبمد لك ليش؟ لانه اللي مضغوط عنده ايش؟ سيتيك نيرف. هاي بتصير كمان كومون عند الناس اللي بيحملوا المحفظه على الجهه اليمين. المحفظه فيها كريدت كارد، فيها اشياء معدنيه، هاي هارد ستراكشر. احنا وين بنحطها؟ بالجيب اليمين صح؟ او الشمال بغض النظر، بس لما تيجي على البنطلون نقعد عليه احنا بنقعد على المحفظه. احنا قاعدين نقعد على الاريا اللي فيها البايريفورمس، فبنضغط على البايريفورمس. بايريفورمس بدورها بتضغط على السيتيك نيرف بتعطيني ساينز اند سيمبتومز زيها زي البرولابس انترفيرتيبرال ديسك، بتعطيني بين لوكالي وبين ونمبنس وراديكيلوباثي على اللور لين. هذه اسمها بايريفورمس سندروم، معناته هاي الاريا مهم نشوف نسوي لها احنا بالبيشن بالاضافه للساكرو ايليك جوينت. تمام لوك فيل موف. هلا ايش الموفمنت اللي بنسويها والمريض برون؟ اكستنشن. لو انا بسوي اكستنشن بسوي تو تيست ات ذا سيم تايم، نفس الفكره بدي اثبت البلفس اكستنشن نورمال لغايه 10 ديجريز. ايش سويت انا غير الاكستنشن بهذا التست؟ هذا بيعرف شو في نيرف انتيريور من هون؟ فيمورال. هذا التست بسموه فيمورال ستريتش تيست، زيه زي ستريت ليج ريزنج تيست. هلا الروت في كومن روت ما بين السيتيك نيرف والفيمورال نيرف صح؟ طب شو الفرق واحد جاي انتيرو واحد جاي بوستيرور؟ ليش طالعين من نفس الروتس؟ لانه بالنيرف روت في عندي انتيرو ريمس وبوستيرور ريمس صح؟ الانتيرو ريمس بتروح على الانتيرو ستراكشرز، بوستيرور ريمس بتروح على الانتيرو ستراكشرز صح؟ طيب لما انا اجي اعمل هيك اكستنشن معناته انا قاعد اشد على النيرف روت الانتيرو ريمس
لما اسوي ستريك ليج ريزنج قاعد على البوستيريور روتس بوستيريور رينس. فمعناته انا لما اسوي اكستنشن بفحص الاكستنشن بفحص الاكستنشن ات ذا سيم تايم بفحص الفيمورال ستريتش تيست. البوزيتيف تبعته بصير في بين ونمبنس وين على الانتيريور فار. تفهم؟ تمام؟ التست الثاني اللي بنسويه ايش هذا؟ هذا ليش؟ هذا تربيع صح؟ اكسترنال. ممتاز. شو الفرق بين هذا التست والتست تبع الروتيشن اللي سويناه بالمريض سباين؟ لا هو ذا سيم من ناحيه المبدا انه انت قاعد تفحص روتيشن بس روتيشن. بس شو الفرق؟ ايوه الفرق انه هناك احنا سوينا هيب فليكشن ني فليكشن صح؟ هون سوينا ني اكستنشن هيب اكستنشن وني فليكشن. طيب شو الفرق؟ مضبوط الحكتين مضبوطين. شو الفرق؟ الفرق ببساطه انه انا لما سويت هيب فليكشن شديت البوستيرا كبسوله فيها، لما سويت هيب اكستنشن شديت الانتيرا كبسوله فيها. فمعناته اذا كان في عندي ديسكريبنسي بالرينج اوف موشن بتوقع انه ممكن يكون مشكله بالكبسوله. بتوقع انا ما بحكيش اكيد بس بتوقع انه تكون مشكله بالكبسوله. اي سؤال شباب؟ دكتوره في سؤال؟ لا بس انا عن النورمال رينج تبعت الاكستنشن 10 مفهوم؟ هيك خلصنا المريض برو. هلا بنيجي للمريض ستاندينج. لشو نسوي المريض ستاندينج؟ برضه نفس الشيء دوك موف دونت فورجيت ذا اكسبوجر. وقف الدكتور ممتاز. هلا لما بدي اجي افحص المريض هو ستاندينج بدي افحصه قدام من الجنب من ورا. شو بستفيد؟ من ورا بشوف السباين بشوف الليفل اوف ذا شولدرز لانه احنا نتعامل مع الهيب. الهيب هاز سمثينج تو دو وذ ذا سباين ديسوردرز. اللي هو في عندنا شيء اسمه سباين وبلفيك ريليشن ما بين السباين والبلفيس والهيب. معناته السكوليوسيس او الكيفوسيس بهمني، ليفل اوف بوث شولدرز بهمني، ليفل اوف ذا ايلياك سباين بهمني. تفهم؟ من الجنب هيك شو بشوف؟ بشوف اذا في عندي لوردوسيس لانه من ورا ما بقدر اشوف اللوردوسيس، بقدر اشوف سكوليوسيس. من الجنب بشوف لوردوسيس كيفوسيس. تمام؟ من قدام برضه بشوف الاليك كريست وبشوف الليفل اوف ذا بيلفس. هلا باجي بسوي التست اللي هو ايش اسمه؟ تريندلنبرغ تيست. اخر وقف على رجلك اليمين. هلا لما يوقف المريض على رجله اليمين انا اوريدي ماسكه عشان ما يوقع، لانه انا ما بعرف المريض عنده توازن ولا ما عنده توازن، عنده تريندلنبرغ بوزيتيف ولا نيجاتيف انا ما بعرف. بمسك ايديه. هذا المريض نورمال عنده نيجاتيف تيست، كيف بيكون بوزيتيف؟ ترند امبارح حكينا لها علاقه بايش؟ بالادابترز. ايوه ممتاز، كيف بده يميل؟ بحس انه هون ضغط على ايدي، رح يضغط هيك عشان ما يوقع، وات ذا سيم تايم الترنك بروح هيك على نفس الجهه اللي واقف عليها. اللي فيها المشكله. كيب ذس ان مايند. بوقف على الرجل اليمين اللي فيها المشكله، الادابترز باليمين فيها مشكله. الترنك بروح على اليمين بس البلفس وين بيوقع؟ حكينا احنا البلفس بيوقع على اليسار فعشان يتعوض الترنك بده يميل على اليمين صح؟ معناته اذا وقفت على اليمين والترنك مال على اليمين معناته المشكله في الابدكترز اليمين يمين يمين وقفت هو الشيء الوحيد اللي بروح عكسي البلفس يعني اذا وقفت على اليمين شفت البلفس وقع على الشمال معناته المشكله في الابدكترز اليمين اللي انا واقف عليه. لا مش عارف اليمين. تمام. انا وقفت على اليمين. اوكي. صح؟ تمام. الابدكترز اليمين فيها مشكله. اوكي. البلفس اتفقنا ما راح تقدر الابدكترز ترفعه. اوكي. شو راح يصير في البلفس؟ دائما على ايدها؟ اليسار. ممتاز عشان ما اوقع الترنك وين بده يروح؟ اليسار. اه اوكي تمام.
صح؟ فمعناته لما انا اوقف على اليمين اذا شفت البلفس لان على الشمال معناته المشكله في الابدكتر اليمين اللي انا واقف عليه. تفهم؟ طب الترانك لو انا طلعت الترانك ما سحبتوش اليمين، انا مشكلة يعني الترانك ما رجع سحبوا اليمين، معناته مشكلة الترانك المصري. هيك ابوك مريض اصلا، هيك بدوش يمشي. برضه بسويها هاي الترند الامبيرك تيست، بسويها من ورا كمان عشان اشوف الليفل اوف البلبس. وقف رجلك اليمين، نفس الفكرة، إذا كانت المشكلة في اليمين، البلبس رح يوقع هيك، بس الترانك هيك. اوكي؟ هاي المعلومة المهمة شباب، دائما الشباب بتخبروا فيها. طبعا والمريض ستاندينج في كمان بقدر أقيس اللينكس ديسكريبنسي، بس هون أنا ما بقيس الترو، أنا بقيس الأبيرنت. يعني اذا انا طلعت ورا بالانسبكشن لقيت ليفل اوف ذا بلفس ماينج، معناته انا بتوقع انه في عندي مشكله باللور ليمب، وحده اطول من الثانيه. بجيب بلوك تيست. شو بسوي البلوك تيست؟ ايش هو البلوك تيست؟ بجيب بلوكات خشب، كل بلوك نص سنتي، بحط اول نص سنتي بشوف الليفل اوف ذا بلفس لساعته مايل، بحط كمان نص سنتي، يعني قبل ما احط بجوز اوصل 2 سنتي، بعدين بلاقي البلفس صار ستيبل، معناته الليمب لينكس ديسكريبنسي قديش؟ تحت الرجل، تحت الرجل عشان يدعس عليها عشان اعدل البلفس. طبعا المريض لازم يكون له شرح انشوبات. دكتور شو بتحطها على اليمين ولا على اليسار؟ ما انا شفت البلفس مايل، لنفرض انه مايل يعني الشمال اوطى من اليمين، هيك يعني هيك البلفس هيك. فانا بدي ارفع الجهه اللي واقف صح لغايه ما اوصل ان البلفس يكون ستدي. كيف بعرف انه البلفس ستدي؟ اليك كريست، اليك كريست، بشوف الليفل اوف البلفس. طبعا هذا كله يتورث رفلي، يعني ما بعطيني اكزاكت ميجرمنت 100%، بس بعطيني رف ستدي. شو سؤال؟ اي سؤال؟ تروح خلصنا.